أسعد الله صباحكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلة، أهلا وسهلا بكم على قناتنا قناة ملكي أنخلة وشيف إيفا. هلا أميغوز، استوي كون استاتيز أنخلة دي تركيا. نوستر راسيت دي أوي إس دي لا كوسينا إيراكي التبسي دي برانخينا دي بيرانو. استلست إن يوتيوب أورا إي بروبارادا باراني. سوي أنخلة. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا أنخلة من تركيا. وصفتنا لهذا اليوم هي تبسي الباذنجان الصيفي من العراق الحبيب. وصفتنا أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا أنخلة. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية وبأقل سعرات حرارية. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة معي أنا أنخلة. باموس. أولا وقبل البدء بإعداد الوصفة، تحياتنا للشعب العراقي الجميل. الآن إليكم المقادير. 200 جرام لحم غنم مفروم ناعما وليس لحم عجل، ذلك لأن لحم الغنم له نكهة بالطعام لذيذة جدا. حبتين من الفلفل الأخضر الحار، حبة واحدة من الفلفل الأحمر البارد، بصلة واحدة متوسطة الحجم، 5 فصوص كبيرة الحجم، حبتين من الباذنجان متوسطة الحجم، قطعة من مرقة اللحم الجاهزة، حبة طماطم واحدة كبيرة. أما بخصوص البهارات فسنحتاج إلى الملح والفلفل الأحمر الحار والبابريكا، بالإضافة إلى زيت الزيتون وصلصة الطماطم. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأضع ملعقتين من زيت الزيتون الخاص بالطهي في قدر صغير هكذا. بعد ذلك أفتح النار وانتظره حتى يسخن قليلا. وبعدما أصبح الزيت سخن قليلا، سأضع اللحم، أي لحم الغنم بالقدر لتسويته. سأضع له أيضا نصف ملعقة من مسحوق الهيل هكذا، وأبدأ بتقليبه. في هذه الأثناء سأبدأ بفرن البصل ناعما. سأحتاج إلى نصف البصل الآن هكذا. معنا البصل بعد فرمه ناعما سأضعه جانبا. في هذه الأثناء سأعمل على تقطيع النصف الثاني من البصلة، ولكن على شكل شرائح خفيفة هكذا. أضعها جانبا. الآن سأبدأ بتقطيع الباذنجان بهذا الشكل. سأرفع عنه الجزء الأسود هذا
هكذا. بعد ذلك سأبدأ بتقطيعها على شكل حلقات خفيفة أيضا. نصف سنتيمتر للحلقة. ولا ننسى تقليب اللحم مع زيت الزيتون على النار. وضعته على نار متوسطة مع رشة من الهيل المطحون، فهذا يعطيه نكهة لذيذة. الآن سأضع الباذنجان المقطع هكذا في مصفاة بهذا الشكل، وأبدأ بتقطيع الحبة الثانية بنفس الطريقة. ها هو الباذنجان. سأبدأ بإضافة الملح له هكذا، ومن ثم تقليبه بهذا الشكل. هذا يكفي، سأتركه حتى يتصفى من ماءه ويذبل مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة من الملح. تابع تسوية اللحم على النار هكذا. لحم الغنم لا يحتاج إلى وقت للسوى. الآن سأضع له البصل المفروم ناعما وأعاود تقليبه هكذا. سأتركه حتى ينضج معنا. الآن أتابع تقطيع الفلفل الأخضر الحار بعد تنظيفه من البذور هكذا. هي الحبة الثانية. وكذلك الفلفل الأخضر وكذلك الفلفل الأحمر البارد. سأنظفه من البذور وأرجع لكم. الآن سأبدأ بتقطيع الفلفل الأحمر هكذا. أضعه جانبا. بعد ذلك سأقطع الفلفل الأخضر. بإمكانكم استبدال الفلفل الأخضر الحار بالبارد لمن لا يحب الطعم الحار في الطعام.
الآن سأبدأ بتقطيع حبة الطماطم. بعد ذلك سأبدأ بتقطيع حبة الطماطم، أزيل منها هذا الجزء. بعد ذلك سأقطعها على شكل حلقات خفيفة هكذا. ومن ثم سأقطع الثوم ناعما هكذا. وبهذا تكون الخضروات قد تم إعدادها. بعد تسوية اللحم على النار، والآن سنضع في طبق البيض كركس هذا لإعداد الوصفة، ملعقتين من زيت الزيتون الخاص بالطهي هكذا، ونوزعها. لما دهنت القالب البايركس بزيت الزيتون ملعقتين من زيت الزيتون، سأضع طبقة أولى من الباذنجان بعد غسله وتصفيته تماما من الماء بهذا الشكل. بعد ذلك سأضع الطبقة الثانية من اللحم، أوزعها هكذا على كامل القالب. بإمكانكم مضاعفة المقادير حسب عدد الأشخاص لديكم. هذه المقادير تكفي لشخصين فقط. بعد ذلك سأضع طبقة ثانية من الباذنجان هكذا،
ومن ثم سأضع الفلفل الأخضر الحار هكذا ووزعه أيضا على كامل الطبق بهذا الشكل. ومن ثم الفلفل الأحمر والبصل شرائح البصل هكذا. الآن سأضع الثوم المفروم ناعما ووزعه على كامل الوصفة بهذا الشكل. وصفتنا لهذا اليوم جدا بسيطة، لا تحتاج جهد ولا إلى وقت. بعد ذلك سأضع حبة الطماطم أو شرائح الطماطم بهذا الشكل على الوصفة. سنحتاج إلى حبة طماطم أخرى، هي حبة الطماطم الأخرى. صلصة سنحتاج إلى نفس القدر الذي سوينا فيه اللحم، ملعقة واحدة من زيت الزيتون. ومن ثم سأضع صلصة الطماطم الباردة سأضع ملعقة ملعقتي طعام مملوءة هذا يكفي. سأتركها حتى تبدأ بالغليان مع زيت الزيتون. وبعدما بدأت بالغليان فاتني تصوير، وضعت ملعقة نصف ملعقة كوب من الفلفل الأحمر الحار. الآن سأضع لكم البابريكا ملعقة كوب مملوءة، ومن ثم سأضع رشة من الملح ونقلب. سأضع لها الآن الماء المغلي بما مقداره 150 إلى 200 ملي. هنا وضعت 200 ملي من الماء المغلي. بعد ذلك سأضع قطعة مرقة اللحم الجاهزة، ها هي، أفضل أعدد دائما استخدام القطعة الجاهزة من اللحم وليس الدجاج. هكذا تبدو معنا الصلصة بعدما انتهت. سأطفئ عنها النار، انتظرها تبرد قليلا وبعد ذلك سأضعها في طبق البايركس. الآن سأضع صلصة الطماطم فوق الوصفة هكذا،
ووزعها على كامل الوصفة. بهذا الشكل. وهكذا يبدو شكلها بعدما أدخلتها الفرن. الرف الثاني من الأسفل، الشعلتين وبدرجة حرارة 200 درجة مئوية. هكذا بعد مرور ساعة ونصف سأخرجها من الفرن، فقد نضجت. بعد إخراجها من الفرن زينتها بشرائح من الفلفل الأخضر الحار. وما يميز وصفتنا لهذا اليوم، يمكنكم تناولها باردة ويمكنكم تناولها ساخنة. الفرق بينها وبين التبسي الشتوية في العراق هو أن جميع المواد قبل إدخالها إلى الفرن يتم قليها في فصل الشتاء، ولكن هنا لا تقلى، لذا يمكنكم تناولها باردة وهي بأقل سعرات حرارية، هذا بالتأكيد. طعمها أيضا لذيذ جدا، جربوها ستعجبكم. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy de la cocina iraquí, el tepsi de berenjena de verano. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم تبسي الباذنجان الصيفي من العراق الحبيب قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام، ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت. كما وأن هنالك ميزة استحدثها اليوتيوب، هي ميزة شكرات بالعربية أو ثانكس باللغة الإنجليزية، موجودة أسفل هذا الفيديو. أحبتي، هي عبارة عن دعمكم للقناة من أجل تقديم الأفضل دوما. تبدأ بدولار واحد فقط. كل الشكر والتقدير لمن سوف يساهم في دعم قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل، اكتبوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. اكتبوا لنا أيضا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، فمعرفة ذلك يسعدنا كثيرا. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من تركيا. استودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.